جيوانا مايا صحفية نجمة على الإنستغرام وجهاز تلفزيون مقدم. إنها عارضة أزياء كبيرة الحجم على إنستغرام. تشتهر جوهانا مايا بكونها ألف مضيفة بث الأخبار RCN. ولدت الجميلة ذات الحجم الزائد في كالي كولومبيا يوم الثلاثاء 4 أغسطس 1981. سيدة متعددة المواهب تشارك لقطاتها من وراء الكواليس إنستغرام لها. هذه المشاهد من نشرتها الإخبارية كاف، وكذلك صور سفرها ومعها النجوم المشاركين. جوهانا مايا واثق جدا وشائعا جدا في وسائل التواصل الاجتماعي. حاليا لديها أكثر من 386 ألف متابع. النموذج الرائع هو أيضا سفير العلامة التجارية الرسمي لام منحنى نوفا باهياني. جيوانا مايا تشارك صور أسلوب حياتها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. إنها مصدر إلهام للنساء زيادة الوزن والذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون المشاركة في أي نوع من الوظائف. الاسم الحقيقي جوانا أمايا. تاريخ الولادة: ولدت في 4 أغسطس 1981. عمرها حاليا 39 عاما. علامة زودياك ليو: ارتفاع 5 أقدام و7 بوصات. وزن حوالي 124 كجم. بلد كولومبيا. مهنة: نموذج إنستغرام، مضيف التلفزيون الصحفي. لون الشعر بني. لون العين أسود. قياسات الجسم 38 32 54. حجم التمثال 38. مقاس الخصر 32. حجم الورك 54. القيمة الصافية: النموذج لديه صافي ثروة من 1 إلى 5 مليون دولار أمريكي. حالة العلاقة: كان يوهانا في علاقة في وقت سابق. شكرا على المشاهدة. إذا كنت قد استمتعت بالفيديو ثم من فضلك شارك واشترك في قناتنا.